مثل ما قلنا هني عندنا اختيارين. الاختيار الأول رسائل الحائط مرتبطة بموافقة المدرس، معناته أن ما حد من الطلاب راح يقدر يكتب على حائط الفصل من غير موافقة المدرس. الاختيار الثاني عضوية المادة مرتبطة بموافقة المدرس، ما حد راح يقدر يدخل هذه المادة من غير موافقة المدرس. مثلا أنا راح أفعلها، بعدها راح تضغط على زر حفظ. مثل ما نشوف هني تم إنشاء المادة، عندنا هني اسم المادة الرياضيات والفصل الثالث. طبعا هذا هو حائط الفصل. عندنا هني هذا هو رمز الدخول، يعطيه المدرس للطلاب عشان يدخلون هذا الفصل. عندنا هني زر إعادة تعيين رمز الدخول إذا كنت حاب تغير من رمز الدخول. مثل ما احنا شايفين عند الضغط عليه راح تظهر لك هذه الصفحة. هل أنت متأكد من تجديد رمز الدخول؟ سيصبح رمز الدخول السابق غير صالح بعد الآن. طبعا أنا ما راح أغيره، حضغط إكس. عندنا هني في المادة بعض الاختيارات أيضا، مثل ما احنا شايفين هني هذا هو حائط الفصل، ممكن كتابة أي تحديث. بعدها عندنا هني مثل ما قلنا تقدر تحمل صورة أو فيديو أو ملف شخصي خاص فيك داخل البرنامج أو رابط لهذا التحديث. بعدها راح تضغط على زر انشر، تم نشرها في حائط الصف. الزر اللي بعده عندنا زر المناقشات، اضغط عليه راح تدخلك على صفحة المناقشات. مثل ما احنا شايفين عندنا هني ممكن إنشاء مناقشة. قبل إنشاء المناقشة ممكن اختيار المادة اللي أنت حاب تدرج لها هذه المناقشة. إحنا الحين مختارين الرياضيات، عندنا زر إنشاء المناقشة، يضغط عليه راح تظهر لك هذه الصفحة. راح يطلب منك عنوان المناقشة مثلا الجمع، مثلا موضوع المناقشة، عندنا هني الخصوصية. ممكن تختار هذه المناقشة راح تكون خاصة للمادة المعينة أو للصف ذات الصلة، يعني أن تكون هذه المناقشة خاصة في المادة تشمل جميع الفصول المتواجدة في المادة أو فصل معين داخل هذه المادة، مثل الفصل الأول أو الثاني أو الثالث. أنا راح أختار الصف ذات الصلة. ممكن تحميل أيضا إذا كنت حاب صورة أو فيديو، ملفات شخصية، رابط، ثم الضغط على زر حفظ. مثل ما نشوف هني تم إنشاء المناقشة. عندنا هني زر إعدادات المناقشة، اضغط عليه ممكن تعدل على المناقشة أو تحذف هذه المناقشة. بعد هني عندنا هني زر الواجبات، مثل ما احنا شايفين ممكن اعطاء واجب واختيار المادة كذلك. عند الضغط على زر اعطاء واجب راح تظهر لك هذه الصفحة. راح تكتب اسم الواجب، مثلا شرح اكثر لهذا الواجب، بعدها عندنا هني تسليم الواجب. عندنا الواجب يكون مقيم بعلامات أو لا، مثل ما احنا هني شايفين حاطين لنا تقييم أو درجة هذا الواجب راح تكون 100. أنا راح أغيرها مثلا نحطها 10 درجات. إذا كنت حاب يكون من غير تقييم راح تضغط على هذا الزر. مثل ما احنا شايفين تم
إخفاء القيمة لهذا الواجب. إحنا الحين راح نحطه عليه 10 درجات. الموعد الأخير للتسليم، ممكن تحديد موعد لتسليم هذا الواجب عن طريق اختيار التاريخ والوقت. كذلك يمكن إرفاق ملف أو تحميل صورة أو فيديو أو رابط لهذا الواجب. بعدها راح تضغط على زر حفظ. كذي مثل ما احنا شايفين تم إنشاء الواجب بعنوان معين. إذا كنت حاب تشوف هذا الواجب راح تضغط على زر الواجب مثل ما احنا شايفين. هذه هي إعدادات الواجب، وإذا كنت حاب تغير من هذه الإعدادات راح تضغط على هني هذا الزر وتضغط على تعديل أو تحذف هذا الواجب. بعدها عندنا هني زر الامتحانات، مثل ما احنا شايفين هذه هي صفحة الامتحانات. إذا كنت حاب تنشئ امتحان راح تضغط على إنشاء الامتحان، وممكن أيضا اختيار المادة. إذا ضغطنا على زر إنشاء الامتحان عندنا أول شيء اسم الامتحان، بعدها الاختيار الثاني امتحان غير مقيم بعلامات أو لا، مثلا راح نخلي موعد تسليم إذا كنت حاب تضع موعد لتسليم هذا الامتحان. والساعة، وإذا كنت حاب ترفق أيضا صورة أو فيديو ملفات أو رابط. بعدها راح تضغط على زر حفظ. عندنا هني هذه هي صفحة الامتحانات. عندنا هني الأسئلة، ممكن إضافة سؤال أو إضافة بنك من الأسئلة. عند الضغط على إضافة سؤال راح نختار نوع السؤال اللي احنا حابين نضيفه لهذا الامتحان. عندنا صح وغلط، عندنا اختيار متعدد، او سؤال يتطلب جوابا موجزا او مقالة. اول شيء راح نشوف السؤال اذا كان صح وغلط. مثل ما احنا شايفين هني عندنا النوع، النقاط على او الدرجات على هذا السؤال. عندنا هني نص السؤال، مثلا عندنا هني الإجابة، نختار الإجابة راح تكون مثلا هي طبعا غلط. ممكن إرفاق ملف أو صورة أو فيديو أو رابط لهذا السؤال. بعدها راح تضغط على زر إنشاء. مثل ما نشوف تم إنشاء السؤال. مثلا نضيف سؤال آخر من اختيار متعدد. مثلا من اختيار الأول، اختيار الثاني. بعدها إذا كنت حاب تضيف إجابة أخرى راح تضغط على إضافة إجابة. بعدها راح تضغط على زر إنشاء السؤال. مثل ما نشوف تم إنشاء السؤال. عندنا نوع السؤال الثالث اللي هو سؤال يتطلب جوابا موجزا أو مقالة. طبعا أنا الرياضيات ما عندي سؤال، أو مثلا ممكن إضافة مسألة رياضية مع حلها. بعدها عندي هني إعدادات الامتحان، مثل ما احنا شايفين مجموع العلامات حاليا 20 علامة. ممكن عرض مسبق
للامتحان إذا كنت حاب تشوف عرض مسبق للامتحان، أو ممكن ضغط على طباعة لطباعة هذا الامتحان. عندنا هني إعدادات النشر، ممكن الامتحان يكون مخفي أو ابدأ الامتحان الآن وتحديد موعد للامتحان. عندنا هني المهلة الزمنية إذا كنت حاب تضع مهلة زمنية للامتحان. إذا كنت حاب تعرض النتائج آخر الامتحان، خلط الأسئلة داخل الامتحان، نظام العلامات، شنو أنت حاب يكون نظام العلامات؟ عادي، 3 إجابات خاطئة تلغي إجابة صحيحة، 4 إجابات خاطئة تلغي إجابة صحيحة، أنا راح أخليه على عادي. وبعدها يمكن حفظ هذه الإعدادات لجميع الأسئلة.